اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مكملين مع بعض طبعا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. في خبر كده كان لازم نقف عنده شويه. انتوا عارفين طبعا الكره الطائره في مصر بتتلعب ان دور واوت دور، يعني داخل الصالات وخارج الصالات. طب ازاي يا كابتن بتتلعب جوه الصالات وخارج الصالات؟ جوه الصالات الكره الطائره اللي احنا عارفينها كلها، خارج الصالات اللي هي الكره الطائره الشاطئيه. وعلى فكره الرياضه دي او اللعبه دي اولمبيه، يعني بتجيب ميداليات اولمبيه ولعبه مصنفه كرياضه او كلعبه اولمبيه. الحقيقه عندنا دعاء الغباشي وفريده العسقلاني اللي بيمثلوا النادي الاهلي في الكره الطائره طبعا الشاطئيه، هم اللي بيلعبوا باسم النادي الاهلي. انتوا عارفين اللعبه دي بقى فيها اثنين لاعبات نص ملعب، هم اللي في نص الملعب او ملعبهم بس هم اثنين. بتبقى رياضه مجهده جدا ومتعبه جدا، فبتختار الحقيقه عناصر معينه. طبعا الاهلي بطل المرحله الثانيه في بطوله الجمهوريه لسيدات الكره الطائره الشاطئيه. والحقيقه ما كانش ينفع يكون معانا الخبر ده لما يكون معانا دعاء الغباشي لاعبه النادي الاهلي ان دور واوت دور. اهلا بيك يا دعاء. اهلا بحضرتك. الف مليون مبروك، ويمكن انت عليكي مجهود شويه انت وفريده العسقلاني. الموضوع ده يعني بيبقى صعب ان انت تلعبي في الحتتين، بس بنقول لكم الف مبروك. قولي لي ازاي الدنيا ماشيه، ازاي اقوى الفرق بنلعبها في الكره الطائره الشاطئيه؟ الله يبارك في حضرتك اول حاجه، وفعلا يعني هو الموضوع بيحتاج مجهود شويه مننا كلعيبه، ان احنا يعني برضو نعرف نوفق بين اللعبتين، عشان طبعا يعني تغيير الارض والجو كمان اللي احنا بنلعب فيه فبيبقى صعب شويه علينا. بس الحمد لله يعني احنا يمكن انا وفريده شويه كنا واخدين على الموضوع، عشان احنا بنلعب بيتش بولي في المنتخب يعني، فكان الموضوع مش صعب بالنسبه لنا زي الناس اللي بتشارك لاول مره يعني. طيب دعاء قولي لي يعني يمكن على مستوى المنتخب وانت كمان بتلعبي في المنتخب، الدنيا اخبارها ايه؟ هل تأهلنا للاولمبياد؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ والله احنا اول احنا عندنا التأهيل بيبقى ثلاث تصفيات، اخذنا اول في التصفيه الاولى واخذنا اول في التصفيه الثانيه، وان شاء الله في انتظار التصفيه الثالثه دي المؤهله ان شاء الله للاولمبياد يعني، في انتظارها انا وفريده ومعانا في فرقه منتخب مصر فرقه ثانيه يعني، هي يعني الفريق اللي بيتأهل من فرقتين مش فرقه واحده. طب هو يعني الجوله الاولى والثانيه دي مش كفيله لتأهلنا، ولا لازم الجوله الثالثه كمان ناخدها؟ لا دي اهم حاجه الثالثه. طب ايه اللي يفرق عنها عن الاولى والثانيه؟ الاولى والثانيه احنا بنلعب زونات يعني، افريقيا بتبقى متقسمه فرق، فالاخيره دي بتلعب فرق بقى اللي هم احسن 8 فرق في افريقيا. احنا الاول بنتقسم، بيطلع من كل من يعني من كل تصفيه فرقتين للتصفيه اللي بعدها. تمام. بس طيب يعني منتظر يعني الجوله الثالثه معانا فرق ايه اللي مشاركه معانا؟ لحد دلوقتي لسه ما فيش اي حاجه باينه، عشان في ناس لسه اصلا ما لعبوش التصفيه الثانيه. فلحد دلوقتي ما فيش اي حاجه، بس احنا يعني منافسينا في اللعبه دي معانا فرقه موزمبيق، المغرب، كينيا، يعني في فرق تقيله معانا، نيجيريا برضه فرق تقيله معانا في البيتش بولي. طب دعاء احنا المفروض يتاهل كام فرقه من التصفيات الثالثه او الجوله الثالثه؟ هي فرقه واحده بس اللي بتتاهل اولمبي. ده موضوع صعب، بس بيتهيألي احنا اتأهلنا قبل كده يا دعاء صح؟ انا اتأهلت قبل كده في ريو 2016. ريو؟ طب احنا عملنا ايه؟ حتى انا فاكر تقريبا كان في صوره شهيره جدا يعني كانت موجوده وكانت يعني قلب الدنيا الحقيقه للمنتخب. طب قولي لي يعني طب لو الحال استمر كده وتعثر اقامه التصفيات، هل ممكن يكون في نقاط مثلا يعتمد عليها الاتحاد الافريقي عشان تتأهلوا بيها، ولا ده صعب؟ دعاء يمكن الاتصال قطع. طبعا انا بشكر دعاء الغباشي لاعبه الكره الطائره الشاطئيه ولاعبه النادي الاهلي ايضا للكره الطائره، بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن لو رجع الاتصال تاني هكوني معانا. طيب هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا، ولسه مكملين طبعا باخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل.